ستوكهولم عاصمة الحب. بعد أن وقعت في أحد كهوفها وثيقة إنهاء حرب دامت بين السويديين والروس قبل أكثر من 600 عام، صارت مدينة سلام أيضاً عبر سلم حلزوني يمكن لأي محبين الوصول إلى مطعم متمسك بالأصول الكلاسيكية في تقديم الأطباق الإسكندنافية الشهية القديمة. ليس المحبون فقط هم رواد هذا المطعم الفريد المثال، وإنما كبار الشخصيات من سياسيين ومؤرخين ومستكشفين أيضاً. مراسلنا في ستوكهولم كان هناك وهو يقول بصوت هامس: هنا ستوكهولم، تعالوا إلى حيث النكهة. بين الحواري العتيقة في الحي القديم في عاصمة الحب ستوكهولم، يبحث البعض عن وجبة غداء مميزة في مكان مميز، وفي طور هذا البحث يلاقي المرأة مطعماً يشتهر به المكان، يحمل بين جنباته عبقة ورائحة عهوداً تاريخية مميزة هي الأخرى. يحمل المطعم اسم السلام الذهبي، ولا شك أن يكون لهذا العنوان من قصة. في هذا المكان من عام 1722 اجتمع الأعداء على طاولة واحدة يوقعون معاهدة سلام تنهي عقوداً من الحرب والنزاع بين بلدين هما السويد وروسيا، معاهدة لا تزال سارية المفعول إلى يومنا هذا. تناول الفرقاء يومها الطعام على هذه الطاولات، وبدأ بعد هذا التاريخ عهداً جديداً من العلاقات بين الطرفين. ويتناول الزوار الطعام في القاعة ذاتها التي شهدت الحدث التاريخي، وهي عبارة عن كهف يصل إليه الزوار عبر سلم حلزوني صغير شيد قبل أكثر من 600 عام. Det här är en gammal anrik restaurang i Gamla stan i Stockholm som har funnits sedan 1722, snart 300 år. Namnet kommer från freden i Nystad som var efter ett krig mellan Sverige och Ryssland som slutade 1721. Och då hade man byggt det här huset nytt och så öppnade man en restaurang 1722 som står färdig. Här är en del av nedre källarvalvet, de gamla valven som är ännu äldre än 1700-talet. Och sen det här alltid varit ett ställe där det har samlats mycket kulturpersoner. Författare, musiker, poeter. Det här var stället de träffades på, framförallt under 1900-talet, 1940-1970. لا يزال المطعم متمسك بتقاليده الكلاسيكية، حيث يقدم لزبائنه الأطباق الإسكندنافية القديمة والراقية على النهج ذاته التي كانت تعد وتقدم في القرون السالفة. ويعد المطعم من الأماكن التاريخية المهمة في ستوكهولم، يزوره السياح والضيوف البارزون وأيضاً الحائزون على جائزة نوبل التي تقدم في العاصمة السويدية ستوكهولم كل عام. وكل من يبحث عن الأصالة والمستكشف لتاريخ هذا البلد لابد أن يزور ويتمتع بوجبة شهية على الطريقة الإسكندنافية في هذا المطعم. Gyllene Freden är en väldigt klassisk restaurang, så att vi har ju på menyn då så har vi ju strömming, köttbullar, vi gör egna korvar, håller på mycket med långkok. Väldigt gammal klassisk matlagning, mycket höga smaker och att maten verkligen får ta lång tid på sig och bli bra. Svenska Akademin tycker ju om att äta rödtunga som vi brukar doppa i mjöl, steka på hela fisken då. Så de vill ha liksom gamla klassiska stora maträtter oftast. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Det är just de här gamla anorna och man känner verkligen väsnet av de gamla skalderna med Bellman och Cornelis och Taube och alltihop. Man känner verkligen att det är 300 år gammalt. ننتقل إلى الطابق العلوي والمسمى بطابق بيلمان على اسم الشاعر والموسيقي السويدي المعروف كارل بيلمان، والذي كان يتردد على المطعم بكثرة في القرن الثامن عشر،
فندخل قاعة عشاء فاخرة ومجهزة لاستقبال أنبل شخصيات المجتمع السويدي. ويحافظ المطعم على تقليد عمره 100 عام بزيارة أعضاء الأكاديمية السويدية في كل يوم خميس لتناول العشاء هنا والحديث حول من سيحصل على جائزة نوبل للآداب لكل عام. Sedan 1922 så äger Svenska Akademin hela fastigheten. Och det är tack vare en svensk känd konstnär som heter Andersson som köpte hela fastigheten och renoverade 1919. Sen skänkte han den till Svenska Akademin som äger den sedan dess. För Stockholm så tror jag att den betyder ganska mycket. Och det är ju en av de, ja, det är Skandinaviens äldsta restaurang som har funnits i samma lokal och drivits under nästan 300 år. Mycket gäster som kommer hit för att få uppleva historia, atmosfären, hur det såg ut för 100 eller 200 år sedan. Så att den har ett stort värde för turister men även för stockholmarna i sig att det här finns det bevarat. الأجواء هنا رومانسية وبامتياز. تجعل كل منا ومن يزور ويجلس على هذه الكراسي والطاولات العتيقة والحبلى بالمعاني الكبيرة أن يشتاق إلى ونيسه ليبادله الكلمات ويتقاسم معه وجبة عشاء على ضوء الشموع تتخللها كؤوس العشق والغرام. Ganska ofta så ofta vi kan därför att vi tycker det är ett underbart ställe som har en sån historia i väggarna. Det här är ju, som alla vet, en restaurang som väl tror jag fortfarande ägs av Svenska Akademin. Och som en av våra mest kända konstnärer, Andersson, målare, en gång i tiden räddade från nedläggning. Så man känner att det här finns en enorm konstnärlig och akademisk stämning i väggarna. Plus att maten är god. وضعت الحرب أوزارها منذ قرون ماضية وتنفس الناس السعداء وولد عهد جديد دخل النور فيه عقول الساسة وأكواخ الفقراء وأصبح للسلام في هذا البلد أكثر من دلالة ومغزى جعلوا لهذا المطعم عنواناً واحداً له حفظ الدرس البسطاء وأصحاب القرار حتى أضحى السويد اليوم بلداً يخلو من الفقراء ثبات هداد للبرنامج مراسلون الشرقية ستوكهولم.